واعطيني بكل سهوله. الله يبارك فيك استاذ. استاذ مناضل انت مو ادا اقول لك انت من الناس الناجحين يعني ما شاء الله. الله عندنا يبارك كم فيك، احنا تلاميذك. لا لا بالعكس، بالعكس انا اتعلم منكم. عندنا كم من مقدمي البرامج الرياضيه ناس مثقفين يعني اصحاب حرفه، اصبحت عندهم خبره رياضيه يضاهون ما يقدم في باقي القنوات. والله يعني احنا نتابع اخباركم واخبار كل الصحفيين والاعلاميين المميزين. تكريم طبعا فاطمه سعد المشداني نائب رئيس اتحاد الملاكمه، السيد صباح الكناني كرم اللاعبه اللي حصلت على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم التي اختتمت مؤخرا في مكه، وطبعا التكريم بحضور السيد وزير الشباب والرياضه اثناء مباراه لكره السله. نعم. قمه الدوري السلوي بين الكرخ والنفط، عزز بها صداره الكرخ وفاز 87-81 نقطة. طلع لنا التكريم ومشاهد من المباراة، ادمج لنا المقطعين خلينا نشاهدهن استاذ زيد. البطلة فاطمة المشهداني بالحصول على البرونزية الثالث على العالم. هذا التعبير التكريم هذا التعبير عن خالص حبنا واحترامنا للرياضة العراقية. أدعو من الله سبحانه وتعالى يوفق الرياضة العراقية بصورة عامة ويوفق بطلتنا فاطمة وكل الأبطال إن شاء الله من إخوانها. يعني ها آخر شيء أخذت يعني مركز ثالث برونزية، لما صعد على السيمي فاينال صار فارق نقطة واحدة بيني وبين الذهب والفضة، لكن الحمد لله قدرت احصل على برونز. كانت صعبه شوي. الحمد لله والشكر اكثر احلامي تحققت بهاي اللعبه، لان الحمد لله عندي ذهب يتعانى. فريق الكرخ هو حاليا هو المتصدر، استعدينا لهذه المباراة اليوم، فوزنا في هذه المباراة راح نكون احنا البطل المتصدر في بطولة الدوري. تدري فريق النفط هو بطل الدوري لعامين متتاليين، اكيد احنا عازمين ان شاء الله على احراز الدوري الثالث الى نادي النفط. بالنسبة استعداداتنا لهذه المباراة استعدادات جيدة، شخصت بالوحدات التدريبية فريق نادي الكرخ النقاط الإيجابية والسلبية. يعني استعداداتنا هذه المباراة هي من ضمن استعداداتنا للدوري من بداية الموسم، اللي أظهر نادي الكرخ مستوى عالي بها منذ البداية، بعد أن قررنا أن يكون فريق نادي الكرخ فريق منافسة وليس فريق للمشاركة كما حدث في الموسمين السابقين، كان بالمركز الخامس أو الرابع أو السادس. حاليا الكرخ هو متصدر، لأن نادي الكرخ باعتقادي عندما يكون في الدوري يجب أن يكون في المباراة النهائية بكل الأحوال. مباراة من أقوى المباريات اللي تكون موجودة في دوري السلة بين خصمين، ما نقول عليهم خصمين لكن متنافسين داخل المباراة الساحة، هما أخوان وأشقاء في السلة بين الشرطة والكرخ. هذه المباراة لها طعم خاص من قديم الزمان ليس الوقت الحالي، كانت تجمع القطبين وتجمع معهم الأشقاء العراقيين من الجمهور العراقي. Thank you.
كره السله الان بدات تتطور يعني خلال الخمس سنوات الاخيره، والدليل هذا الدوري انه دوري ناجح ودوري بتنافس كبير، والمستوى الفني لو نلاحظ اليوم في المباراه مستوى راقي جدا وعالي، حيث اللمحات الفنيه والتهديفات الثلاثيه وكل الامور يعني اذا تمشي بطريق جيد. إذا مبروك لبطلتنا طبعا فاطمة سعد، ومبروك عليها التكريم من سيد صباح الكناني كان ضيفنا الحلقة الماضية، تحياتنا له، واتفقنا أن تطلق عليه كلمة الكابتن لأن هو رياضي. لا ماكو داعي أنه الشيخ أو غيرها هذه، إحنا بالرياضة الكابتن. قال الرجل أحب أن أطلق عليه كلمة الكابتن، رجل طالب حوزة كان، فلذلك يطلقون عليه الشيخ. لكن احنا لاحظنا تصرف حلو يعني جذب نظرك انت ايضا. نعم. السويتش قدمه للسيد الوزير. لا هو انا عارفه يعني، والسيد الوزير هو اللي ابن منطقتنا، انسان مؤدب. نعم. اخو صلاح الكناني انسان رائع ورياضي، فشكرا له يعني. حقيقه هو جزء من المنظومه الرياضيه، هو نائب رئيس اتحاد الملاكمه يعني. ورياضي سابق لاعب كره قدم، هو جزء من المنظومه الرياضيه، فلا حد يستغرب انه يكرم فاطمة أو يكرم غيرها هو جزء من منظومة الرياضية أيضا. طبعا يوم أمس دولة مواقع التواصل الاجتماعي أحد الشباب حارس مرمى أصيب في تظاهرات البصرة. طبعا وصلت مناشدة من أحد الصحفيين. نعم. ودزلة يعني مبلغ ودزلة وفد وأعانوا لهذا اللاعب. مشكورة أي إنسان يعمل عمل خير. نعم. إن كان بالوسط الرياضي أو غير الوسط الرياضي مشكور هو يعني، واعتقد انه هو جزء من الوسط الرياضي، هذا اللي يشرفنا يعني. نعم. وبارك الله به، واعتقد انه الانسان اللي يستحق يعني يستحق ما حد يتخلى عنه في هذا. نعم. الظرف. وانا وياك متفقين على فكره دائما نتداولها، انه الرياضه نحو الاستثمار افضل من ما يدخلون ناس مفلسين بها، نحكيها صراحه. طبيعي طبيعي. فهو اليوم كرجل مستثمر جاي يدعم الرياضه. لا هو يعني هو اولا ابن العراق. أكيد. قبل كل شيء. أكيد. الامر الثاني رجل الله مفضل عليه، واحنا نعرفه يعني بمنطقتنا، رجل الله مفضل عليه ما به شيء يعني، اذا اعطى واذا كرم واذا اعطى. انا قصدي اليوم نحو الاستثمار. اليوم من امثاله كمستثمرين استاذ يعني بالرياضه، يخدمون الرياضه. ليش لا؟ صراحه اكثر من الناس اللي ليش لا؟ ليش جايتك مفلسه وبعدين اشتغلت ملفات الفساد وكلها تعرف. ليش لا يجيني واحد ابن عنده واذا صرف مليونين دولار مو مشكله، لانه دا تشتغل امواله، هذا يا اهلا وسهلا بي. يا ريت ساد يقول لأني الحلقة الماضية تحدثنا، يقول 250 ألف دينار رواتب أعضاء اتحاد الملاكمة ويجون من المحافظات. يعني هو يطيهم؟ لا يقول لقيتها 250 ألف. طبعا بالمناسبة وصلتني معلومة وصارحت بيها، صارف 100 ألف دولار على اتحاد الملاكمة خلال هاي الفترة. شكوا بيها، شنو المشكلة يعني؟ زين احنا ليش اقول لك اريد هاي الناس المستثمرين يمكن يسوون استثمار باتحاد الملاكمة يدعم الاتحاد هذا الرجل. زين اتحاد الملاكمة مو ياخذ من يجون به مبالغ يعني 550 يجوز يسوي طفرة باتحاد الملاكمة. يقول 550 مليون باقي منهن 48 لقينا بالميزانية. يعني صار فيها قابل شنو يعني. ولا تنسى دعتك بعالم الرياضة غير دينار ما يطفر. أكيد ويحتاجوها. تدقيق موجود ونزاهة وتدقيق. نعم. هذا الكلام كله مال هذا باق وهذا أخذ وهذا، هاي كذب. قد يكون اكو موجود. لا مو انت قطعتني. دا اقول لك قد يكون. أي نعم. هناك تصرف سلبي بالاموال. نعم. ممكن سوء اداره. مثلا على سبيل المثال يعني انا واحد